اعزل الولد، اتركني اتركني. ابعد عني ابعد عني. لا رشيدة، لا نزلي الولد. انت مين؟ انت مين؟ يا ناس يا يا أبا، انت مين؟ انا جوزك. انت بتحكي؟ ايه انا بحكي ومالي اخلص. أنا كنت عامل حالي أخرس. ليش عامل حالك أخرس؟ ليش؟ قصة طويلة وبعدين بحكي لك إياها. احكي لي إياها هلا من شان الله تقلي مين أنت. أنا مجرم، أنا قاتل زلمة. أنا كنت أشتغل مع الفرنساوي داسوس، داسوس على أهل حارتك. أنا هيك. شو؟ ما عم صدق، ما عم صدق. أنا هيك. إيه هيك. بس بعد عني بعد عني. رشيدة، بس أنا هلأ ما عم بشتغل مع الفرنساوي، صدقيني ما عم بشتغل معه ولا بدي اشتغل مع حدا. انا بدي اياكي انت وبس. انا بحبك رشيد. بدي امي، بدي امي. يا مو يا مو، وينك يا مو يا مو؟ ابن عمي، بتعرفني عمية ما بشوف ولا بقدر اخدمك بالبيت، ليش تجوزتني؟ انا تجوزتك من شان ضل بحارتك، ضل بحارتك عم بشتغل مع الفرنساوي من شان ما ارجع على الحبس من جديد. يعني انت هلا هربان من الحبس؟ ايه، مو بس من الحبس، هربان من الفرنساوية ومن اهل حارتك ومن كل الناس.
مشان هيك حبسوه لأبو سني؟ ايه يا عمو، مشان هيك حبسوه. يلا يكسر ايديه. يعني ما كان يبطلها هاي الشغلة تمدت ايده على بناته؟ كان زعلان لأنه رجعت له مطلقة يا عمو. يا كمان اتطلقت؟ ايه والله، من ساعة ما طلعت من السجن جوزها عزه طلقها وقلعها على بيت أهلها، ولهيك أبوها ضربها لأنه رجعت له مطلقة. بس ما معه حق يضربها، ما معه حق، يعني خاصة هي ما لزم بهالموضوع. طبعاً ما معه حق يا عمو، مشان هيك خليت الدكتور يتصل بالكركون وياخدوه لأبو سليم ويسجنوا. بري عليكي، ما قصرتي فيه. قال يضربها ضربة تضربه. شبك يا أبي؟ احكي. بدي اطلق مصيح. شلون؟ شو هالحكي هاد؟ لك مجنونة أنت؟ فهميني لشوف مين عم يعبي براسك؟ أكيد أخوك عزه، ما هيك؟ يا أبي، معلوم بدنا نطلقها، لكن رجع لها الواطي. الطلاق مو حل، خلونا نتأكد بالأول. بنكون بلا كرامة إذا بدنا نرجع له أختي. وأنا ما عاد أقبل أرجع له من بعد ما غدر فيني. مع استغفر الله العظيم. خلونا نتأكد بالأول إذا كان هالشي صحيح ولا لا، وبعدين منتصرف. حتى لو ما تأكدنا يا بي، أنا ما عاد أرضى إرجع له وصارت سمعته وسخة هيك. يا بي، ما بدنا نتأكد، فكريا ما لا رجع لعندي، وصياح ما بيرجع لأختي. شو هالحكي هاد؟ صياح مو هيك، صياح شهم ونبيل، ومو معقول يفكر هالأفكار السودة هاي. صياح المنيح وأنا العاطل. الله لا يسامحك يا صياح، الله لا يسامحك. أنا بورجيك شو رح أعمل فيك، لسا أنت ما بتعرف العفاف. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هلا كل هذا الحكي طالع علي يا مو؟ طول بالك يا مو، طول بالك. هذا الحكي أنا سمعته من تاهي أم سعيد. يا مو قسما بالله العظيم، بحياتي لا سمعت صوتها ولا شفتها ولا بعرفها. طيب يا مو، ليش هالحكي طلع عليكم انتو اثنين؟ معلش، ليش ابوها ضربها؟ وليش جوزها طلقها؟ ليش؟ قلي. لا يا مو الله يسامحك، حتى انت مصدقتيهم؟ والله العظيم ما بعرف. لا حول ولا قوة الا بالله، منين طلعتنا هالقصة؟ ماشي، انا اللي رح احط حد لكل هذا الحكي. ان شاء الله بينقص لسان كل واحد بيحكي عليك يا ابني. أمان أمان يلي باعتوا اشترينا 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 يا بنسيتوا نحن منسينا يا بنسيتوا ونحن منسينا.